حنا تنحاولوا نديروا غير ملاحظات، وهذه الملاحظات كنا درناها في الوقت ديالها، الوقت اللي كانت الحمله الانتخابيه، وكنا تنعقبوا على كل مشروع ديال الرئيس او مكتب جديد. اللي لاحظنا والمساله اللي نشرتي ليها نتايا هو انه السي انيس محفوظ، المساله اللي دار هو انه قال بانه جميع الرؤساء اللي دازوا بالاخطاء ديالهم ولا بالايجابيات ديالهم داكشي يعتبر يدخل في خانه الايجابي، وبانه الاستمراريه ديال الفريق وداكشي. ولكن فجا بالنسبه للمشاريع اللي دايرينها المنافسين، وخاصه فيما يخص النقطه ديال الاعلام، واننا نديروا مثلا قطب اعلامي، واننا نهتموا بمساله ديال الاشهار باش يمكننا نضيفوا المداخل، عقب عليها بشكل اللي هو سلبي. وقال لا سيدي، حنا ماشي جايين نديروا حنا الاشهار ونديروا التلفزيون ونديروا هادشي، حنا جايين باش نسيروا فريق ديال كره القدم. اذا بهذه النقطه هذه بانها ونقولها حتى دابا، بان هذا السيد لا علاقه له نهائيا بالتسيير، وما تفهمش بانه مني تتولي عندك واحد المحطه اعلاميه راديو تلفزيون اللي هو تيكون منبر اعلامي للفريق، تيقوي الفريق على مستوى التواصل، وبالرغم انه تكلم على مساله ديال التواصل في نفس الفيديو، تكلم على مساله ديال التواصل. اذا هنا تلقاو بانه كاين واحد الكونتراديكسيون ما بين التوجه ديالو انه بغى يهتم بالاعلام والتواصل مع الصحافه ومع الجماهير، وفي نفس الوقت انه تيقول لك بانه المسؤول الاخر اللي هما عندهم يعني المنخرطين الاخر اللي كانوا مترشحين باغي يديروا محطه اعلاميه، بانه هذا الشيء بانه راه تخربيق وما كاين حتى شي حاجه. انا شنو نفهموا من هنايا؟ هذا السيد هذا جاء بدون اي برنامج، وجو باش نتكلموا عليها، لانه في الوقت ديالو في الاول فاش كان الترشح الاول السي انيس محفوظ ما كانش داخل نهائيا في الترشح. لا نهائيا نهائيا، ما كان حتى شي برنامج، ما كان والو، راه اخر واحد جاب برنامج هو اخر واحد. الفكره ديال المؤامره وانه الاشياء تحاكوا يعني في الظلام. ولكن اللي تنفهم بانه فاش كانت الناس اللي هما تيسيروا الحكامة ولا غير الحكامة، الناس المتحكمين في دوالي فريق الرجاء البيضاوي، كان عندهم قناعه بانه في ظل الظرفيه والازمه بانه ما غيجي حتى شي واحد لانه غيترشح. فجا السير الرامي زعزعوا شي شويه، فشافوا عاوتاني السير الخلفاوي ناط عندهم الامور بواحد الشكل اللي هو جدي، دونك شنو قالوا؟ راه خاصنا نقلبوا على شي واحد اللي يمثلنا وريبروزونتينا واللي يشد هو الرئاسه، وحنا غندعموا عندنا الوسائل ديالنا. لانه يعني متحكمين في المنشارطين ومتحكمين في الامور كامله. والطريقه ديال الكلام ديالو لانه واحد هو شخص راه انسان قاري، لو انه غير ريح وحضر الامور ديالو كان غيعطينا خطاب ويعطينا مشروع اللي هو في المستوى. ولكن هنا تيبان لك بانه باغي غير يخرج في التلفزيون باش يدير التواصل بدون انه ما يدرس البرنامج ديالو، انه يحضر البرنامج ديالو. انت دابا السي انيس محفوظ، اللي تقول بانه راه القطب الاعلامي داخل الرجاء ان قناه التلفزيونيه غير مهمه، علاش انت دابا حيت تنتقد، كنتي كتنتقد غير في المرشحين، رغم ان المرشحين واحد تيدير واحد المشروع طموح تيفكر انه فيه انه يبني فيه، ولكن في نفس الوقت انك باش انت تنتقد السي رشيد الاندلسي اللي دار كوارث ودابا انت حاليا تعيشها بسبب هذوك الانتقالات السيئه اللي دار في المكتب السابق والاموال اللي هي ضاعت، انت نفهموا حاجه واحده، اذا انت جلستي معهم وطبخ معهم الطبخه وكنت انت عضو في المكتب السير السابق وعارف الامور فين تتمشي والفلوس فين غادي تمشي، اذا انا جاي هنايا باش نقطع الطريق على اي واحد جديد ممكن انه يدخل ويلقى اختلالات ويصرح بها ويبارطاجها مع الجمهور ومع الاعلام. هذا هو خلاصه الكلام. اذا السي انيس محفوظ الخلاصه اللي عندي انا جاء باش يقطع الطريق على اي واحد انه يجي ويكشف الخبايا والامور الفتره ديال السي جواد الاندلسي وديال السي ديال السي جواد زياد وديال السي رشيد الاندلسي. وكاين واحد القضيه، كاين واحد القضيه جعفر اللي كتعزز القناعه ديالك، هذه هو واحد اللقاء اللي كان دار مع اسامه، عقلتي كان قال ليه بانه انا كنطالب من الرئيس الاندلسي الفلوس ديال الاتحاد العربي ما يصرفهمش ويخليهم الرئيس اللي غيجي من بعد. اذا ماذا حدث بين الامس واليوم؟ علاش السيد دخلت عنده واحد 15 مليار وما قال حتى شي حاجه السي انيس، رغم خلاو ليه الديون، رغم خلاو ليه النزاعات، لعاب اللي هما ما تجداتش معهم العقود الشاكير والورفلي وداك الشيء، خلاو ليه نزاعات في الجامعه، خلاو ليه 9 مليار ديال الديون القديمه وما قال حتى حاجه. واش نقدروا نعتبروا هذا الصمت هذا سميتو يعني منطقي؟ يعني ما يمكنش يتقبل العقل، لان كيبان لك واحد التناقض، السيد كيغطي على شي حاجه صحيح
صحيح. لا هو 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 دائما في اطار في هذا الاطار وغادي نديروا شويه الاطناء بغا نكرروا الكلام ديالنا. كيفاش واحد الشخص عنده شجاعه انه ينتقد واحد المشروع اللي هو طموح ديال جوج ديال المترشحين ينتقد المشاريع ديالهم، ولكن فاش يستلم السلطه يعني او يستلم الرئاسه يعني السلطه ديال السير فريق الرجاء قانونيا انه ما يديش ولا تعقيب واحد على ما قام به المكتب السابق، على الرغم من اننا تنعرفوا انه ايه الاستمرارية ان الواحد فاش شي شي ياخذ الموندا ديالو خاصو يتحمل المسؤولية ويستمر في المشروع، ولا كانت اي مشاكل خاصو هو يحلها، ولكن هذا لا يعني انه ما تيمونسيونيهاش. دابا حنا مثلا حتى في السياسة اللي هو الغرض ديالو سياس يعني سياسي، اي سياسي تيجي كيف ما كان النوع ديالو ينتقد المرحلة السابقة وتيبين النقاط ديال الضعف ديالها وتيقول انا غنصححها وغادي نقومها وغندير ما هو افضل. فوالا تلقاو السيدي محفوظ لا يتكلموا نهائيا على 14 ولا 13 ولا 12 ولا غير 10 مليار اللي دخلات. ودابا قال واحد الخطأ، واحد الكلمة خطيرة اخويا جعفر، قال لك خصنا نعتبروا بانه الاخطاء هي جزء من التسيير. عرفتي هذه الكلمة شنو هي صاحبي؟ انا انسان قاري كما قلتيها، ماشي شي واحد اخر كيعرف كيقول الاخطاء جزء يعني خليوني نهبز خليوني ناكل كما بغيت راه داخله في التسيير. وراه هي حيت دوك الاخطاء اللي كنلوموا عليهم حنا الرؤساء السابقين هي اخطاء ديال التدبير المالي ديال ماليه الفرقه وغياب الشفافيه في التدبير المالي للفريق. هذا ماشي خطا، راه ماشي هفوه، راه ماشي هفوه. ديك القوالب ديال وراه اللي ما كيخدمش، راه كتعرف داك المثال، وراه اللي ما كيخدمش ما كيغلطش. لا هذا ماشي غلط، هذا تحايل، هذا اختلاس. اي بعض الله اختلاس. واش بدا تقول لي اختلاس كيدخل في التسيير ولا شنو هادشي؟ واه مصيبه عظمى للاسف. كاينه نقطه اخرى اللي تجبي اللي في اعتقادي بانه السي الشابي علاش حيد. نورمالمون السي الشابي حنا ما عارفينش ما يقع في الكواليس، ولكن لو كان من دوك العقليه ديال المريقيه اللي تيتمرقوا في الانتقالات، لو كنا شفنا على الاقل انه طالب واحد انتداب واحد يكون مزيان ولا ماشي مزيان، المهم انه هو يشرف عليه او انه تكون عنده هو يدو فيه. ما لقينا حتى شي لاعب كانت عنده علاقه من بعيد او من قريب يعني من وكلاء او من اصدقاء ديالو او من توانسه داروا في هذيك المرحله. اذا هما جابوا واحد الشخص اللي وصفنا حنا الشائعات انه هذا المدرب هذا عنده وكيل ديالو هو اللي تكلفلو بالبحث عن بعض اللاعبين وتتواصل مع الوكلاء ديال هاد اللاعبين هادو تيحاول انه يمرر الصفقه. يعني ان الصفقه كامله ماشي خاصها تكون تحت الاشراف ديال الاداره التقنيه او الاداره الرياضيه ديال الفريق الرجاء، وانما خاصها تكون عن طريق العلاقات المباشره ديال الرئيس او ديال المدرب او ديال المدير التقني. وهذا الشيء هو اللي مخصوش انه يدار. الفريق الرجاء عنده ناس اللي هما مسؤولين تيقلبوا على اللاعبين اللي هما في المستوى بغض النظر واش عندهم علاقه مع ذاك اللاعب او مع الوكيل ديالو او مع شي واحد من العائله ديالهم. وهذا الشيء هو اللي ما لقاوش الشابي، وتظن بان هذه هي النقطه الاساسيه علاش وقيلو الشابي. وي انت ماشي مشكل قلتي الشابي ودرتي ليه التقرير، علاش ما ديرش التقرير؟ دير التقرير انت على سوء تدبير فتره الانتقالات الصيفيه اللي كان القائد ديالها هو السي رشيد الاندلسي والسي ابراهيمي. علاش ما خرجتيش وتكلمتي على النقطه هذه؟ وعلاش انت ملي تقول كاين غير تكون الشفافيه، علاش ما خرجتيش وقلتي بانه اموال الرجاء دبرت بشكل هو خاطئ؟ يعني انت كتقول الخطا هو داخل في اطار ديال السير، وقولوا غير بعدا قولوا ما تقولوش، قول بانه هذوك الفلوس مثلا اللي نفضيت حنا هذوك الفلوس كلهم تخسروا على الرجاء، غير تقول بانه دخلنا 15 مليار ومبدئيا كان خاص نبداو بهاد الديون مثلا او بهاد طريقه الاداء بحال هاد الشكل، او مثلا هاد اللاعبين مثلا كان ممكن اننا نقدروا نبيعوهم، وملي نبيعوهم غادي نخفضوا داك المستحقات ديالهم ولا غندخلوهم في اعاره مثلا او كذا وينقصوا علينا الدين. كان ممكن على الاقل قول غير هادشي. دابا هو بيضهم الى بلونشي لي بريسيدون، قال لك كلهم داروا مسؤوليه، كلهم قاموا بعمل مزيان وتبارك الله عليهم. سيدي انت تبارك الله عليك، انت راك جيتي باش دير نوبتك وصلى على النبي، قولها هكاك وصلى على النبي. واخا خويا شوف سي يوسف، نعم. سي يوسف النقطه الاخيره كاين هذه هنا الخطوره فين تتبان ديال السي يوسف يعني محفوظ تتبان في المساله ديال انه كان يستحسنوا المكتب وفي الفترة اللي هو قبل ما ياخذ هو يا الرئاسة. وي
ولكنه فاش طلع هو ولا رئيس يعني ولات عنده الاوراق مكشوفه، فكان خاصو في هذه اللحظه أداء يكرر الاستحسان ديالو. فهو الصمت ديالو هو بناء على انه ما يقدرش يخرج ويقول بان هذه المكتبه الامور اللي هي ايجابيه. ولكنه الصحيح هو انه تقدر تقول هذه المكتبه واش دار شي حاجه ايجابيه او سلبيه، الوقت اللي غيوليو عندك المفاتيح ديال فريق الرجاء وتولي عندك المعطيات الحقيقيه والتفاصيل الحقيقيه. فانت طلعتي وليتي رئيس وما قلتي حتى شي حاجه وما تعطينا حتى شي حلول اخرى وما كاين حتى شي حاجه كاع نهائيا، فقط هو تحط تمايا. ودابا غيكون عنده المسانده ديال اننا غنحاولوا. شوف السي انس محفوظ دخل، حنا درنا التقرير المالي ديالنا والادبي ديالنا، انت غتحاول انك دير واحد التقرير مالي اخر حتى هو كاموفلي فيه بزاف الحويجات باش الاخر يتمحى. صافي ونبنيو على التقرير المالي ديالك انت الجديد، باش داكشي اللي قديم انه غادي يدوز صافي ويتم الاستحسان ديالو كانت الامور كامله كذا كذا صافي ونبيل عليه السلام. يعني هذا هو بالمختصر المفيد. داكو اخويا كنشكرك اخويا جعفر على التدخل ديالك، فرصه سعيده هذه. تبارك الله عليك اخويا، عانك الله اخويا، الله يحفظك. ميرسي بيان، شكرا. تحيه لك وتحيه لجميع الجماهير. الله يحفظك اخويا، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام. نشوفوا السي سعيد. سي سعيد سي سعيد سي سعيد هو. يلا سي سعيد اعطينا شنو بغيت تقول، ومن بعد راح نفتح الاخوان كاملين. مرحبا. وعليكم السلام سي سعيد، صافا؟ احترامات يا استاذي، احترامات. الله يعطيك العز، بارك الله فيك. الله يبارك فيك. واحد السيد مسكين دابا حنا كنهضروا دابا في صلب الموضوع، واحد السيد خارج كيقول واش بصح عمو تقريب سي عز الدين فتاحي. سي عز الدين دابا حنا مع من كنهضروا دابا؟ لا ما كاين والو. لا دابا مع من كنهضروا حنا؟ حنا كنهضروا دابا في حوايج معطيات اللي حنا كنقولوهم دابا باش اي رجاوي يفهم بانه راه ما كاين والو، راه ما كاين والو. لانه شوف انا دوزت لكم فيديوهات، بلاتي اخويا سعيد الله يحفظك واحد الدقيقه، دوزت لكم فيديوهات اللي كيبان فيهم بان السيد راه معول على الجمهور وراه ما غيجيب حتى ريال، راه ما كاين لا مليار ولا نص مليار، راه معول على الجمهور. ملي الجمهور ما غيدخلش للتيران دابا ومحبوس التيران، راه حصل راه في العرض اللي غيعطينا حصيله، راه كيعطينا في الحصله، عطانا حصله راه حصل. وعيقو اللي كيقول عمو تا كيخدم بزباله الفلوس، راه كيخدم افيك ان بروجي. عمو تا الله يهديك. فوالا.